صباح الخير على الجميع، حياكم الله. وأنا أشكر كل الأخوة والأخوات اللي بعثوا لي مسجات ورسائل والاستفتاء اللي سويناه حول تركي لكل صفحات التواصل الاجتماعي والعودة إلى عائلتي وأسرتي. أشكر كل الأخوة والأخوات اللي علقوا. أما بالنسبة للأسف طبعا دول سميهم زملاء ما نسميهم أصدقاء، الفيديو اللي سألوني عن المدعو أسد صدام اللي للأسف في يوم من الأيام شكرته واعتبرته إنسان محترم، بس للأسف أخذ شيء شخصي وردي راح يكون عليه في فيديو صوت وصورة. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير في بث مباشر.